هل من كلمة للنساء التي يعتبرن بأن المنزل سجن؟ نعم، الكلمة أن أقول لها للمرأة الذي جعل البيت سجنا إن صح التعبير هو الله عز وجل. قال الله تعالى: وقرن في بيوتكم. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: في النساء بيوتهن خير لهم. والمرأة في بيتها طليقة، تذهب إلى كل ناحية من البيت وتعمل حوائج البيت وتعمل لنفسها، فأين الحجر؟ أين السجن؟ نعم، هو سجن على من تريد أن تفرح وأن تكون في الرجل. ومن المعلوم أن الله تعالى جعل للرجال خصائص والنساء خصائص، وميز بين الرجال والنساء خلقة وخلقا وعقلا ودينا حسب ما تقتضيه حكمة الله عز وجل. ونقول إن المرأة التي تقول إن بقاء المرأة لزوجها في بيتها سجن، أقول إنها معترضة على قول الله تعالى: وقرن في بيوت. كيف نجعل ما أمر الله به سجنا؟ لكنه كما قلت سجن على من تريد الفراهة والالتحاق بالرجال، وإلا فإنه سرور. البقاء في البيت هو السرور، وهو الحياء، وهو الحشمة، وهو البعد عن الفتنة، وهو البعد عن تطلع المرأة للرجال. لأن المرأة إذا خرجت ورأت هؤلاء الرجال، هذا شاب جميل، وهذا كهل جميل، وهذا لابس ثيابا جميلة، وما أشبه ذلك، تفتتن بالرجال كما أن الرجال يفتتنون بالنساء. فعلى النساء أن يتقين الله، وأن يرجعن إلى ما قال ربهن وخالقهن، وإلى ما قاله رسول رب العالمين إليهن وإلى غيرهن، وليعلمن أنهن سيلاقين الله عز وجل، وسيسألهن ماذا أجبتم المرسلين، وهن لا يدرين متى يلاقين الله. قد تصبح المرأة في بيتها وقصرها وتمسي في قبرها، أو تمسي في بيتها وتصبح في قبرها. ألا فليتق الله هؤلاء النساء، وليدعن الدعايات الغربية المفسدة. فإن هؤلاء الغربيين لما أكلوا لحوم الفساد جعلوا العصب والعظام لنا نتلقف هذه العصب والعظام بعد أن سلب فائدتها هؤلاء الغربيون. وهم الآن يئنون ويتمنون أن تعود المرأة، بل أن تكون المرأة كالمرأة المسلمة في بيتها وحيائها وبعدها عن مواقعها. لكن أنى لهم ذلك، أنى لهم التناوش من مكان بعيد. أفيدر بنا ونحن مسلمون، لنا ديننا ولنا كياننا ولنا آدابنا ولنا أخلاقنا، أن نلهث وراءهم تابعين لهم في المفاسد؟ سبحان الله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم شيخ محمد، الذين ينادون بخروج المرأة يقولون بأنها طاقة معطلة، كيف نرد عليهم؟ نقول الحقيقة أنهم إذا قالوا هذا الكلام هم الآن يريدون أن يعطلوها. المرأة شأنها وعملها في بيته، فهي إذا خرج السوق تعطل البيت، وإذا تعطل البيت هذا تعطيل الطاقة. لو أن المرأة في بيته والرجل في دكانه، استغنى كل إنسان بما عنده وحصلت الراحة للرجل وللمرأة أيضا. وسبحان الله، أين حنان الأمومة أن تذهب المرأة إلى عملها وتترك أطفالها الصغار من بنات وبنين يربيهم امرأة قد تكون ناقصة الدين، ناقصة العقل، ناقصة المروءة، لا تعرف خصائص المجتمع، فيتربى هؤلاء الأطفال على ما تربيهم عليه هذه الخادم، فيتغير المجتمع كله. وربما تكون الخادم غير مسلم فتربيهم على خصال الكفر. نسأل الله تعالى أن يصلح شعبنا، آمين، وأن يصلح ولاة أمورنا، آمين، وأن يرزقهم البطانة الصالحة اللهم التي تدلهم على الخير وتحثهم عليه، اللهم آمين، وتبين لهم الشر وتحذرهم منه، اللهم إنه على كل شيء قدير. جزاكم الله خير. اللهم ولي علينا خيارنا وقفنا شر أشرارنا. اللهم